العامة للاستثمار تعلن عن تأسيس 19,000 شركة برأس مال مدفوع 4.6 مليار جنيه خلال 10 أشهر. اليابان تؤكد أن قضايا التجارة لن تكون في مقدمة جدول أعمال وزراء مالية العشرين. ترامب يعلن تعليق فرض رسوم جمركية على المكسيك بعد التوصل لاتفاق بشأن الهجرة. مرحبا بحضراتكم. موعد نشاط الاقتصادية المفصلة تأتيكم على شاشة النيل. أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تأسيس 19,206 شركات برأس مال مصدر 43.7 مليار جنيه ورأس مال مدفوع بنحو 4.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى أبريل الماضي. وأضافت الهيئة أن 2256 شركة قامت بزيادة رأس مالها المصدر بقيمة 91.30 مليار جنيه ورأس مال مدفوع بنحو 63.80 مليار جنيه توفر 77,000 فرصة عمل. وقامت الهيئة العامة للاستثمار بالتصديق على نحو 16,000 محضر جمعية عادية خلال 10 أشهر. كشف المجلس التصديري للحصلة الزراعية عن أن الدول العربية استوردت نحو 38% من إجمالي صادرات الحصلة الزراعية خلال 8 أشهر في الفترة من سبتمبر 2018 وحتى أبريل 2019. واستوردت الدول العربية نحو 1.26 مليون طن من الحصلات الزراعية بقيمة 553 مليون دولار. وبلغت الصادرات من الحاصلات الزراعية نحو 3.5 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، حيث بلغ معدل الاستهلاك نحو 3.7 مليون طن خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بحجم استهلاك بلغ نحو 3.5 مليون طن خلال نفس الشهر من عام 2018. كما كشف تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن أن حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى بلغ نحو 2.7 مليون طن خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بحجم إنتاج بلغ نحو 2.8 مليون طن خلال شهر مارس من العام السابق عليه. أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي أن العلاقات المصرية المغربية علاقات خاصة ومميزة. وأعرب العلمي عن تطلعه إلى إقامة استثمارات ومشروعات مشتركة بين مصر والمغرب تشمل العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع بسافاي أفريقيا الذي انطلق أمس الجمعة بمدينة طنجة المغربية والذي سيستمر لمدة 3 أيام. تترأس اليابان اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام. وأكدت اليابان أن اجتماع وزراء المالية لن يضع قضايا التجارة في موقع متقدم على جدول أعماله، وتمثل التداعيات الآخذة في الاتساع لحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين والتهديدات المتصاعدة بفرض رسوم جمركية تمثل اختبارا لعزم وزراء مالية مجموعة العشرين على إظهار جبهة موحدة هذا الأسبوع مع قلق المستثمرين مما إذا كان بمقدورهم تجنب ركود عالمي من خلال وسائل سياسية تتناقص. وفي غضون ذلك قال وزير المالية الألماني ألف شولتز إن وزراء المالية في اجتماع مجموعة العشرين اتفقوا على أن الحد الأدنى من الضرائب سيتم تنفيذه. حث وزير المالية البريطاني فيليب هاموند مجموعة العشرين على تبني نظام للضرائب العالمي وذلك على إيرادات كبريات شركات الاتصالات العالمية. وأكد هاموند على ضرورة تجديد الإجراءات ضد شركات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت والتي تحاول تقليل فواتير ضرائبها
مشيرا إلى أنه سيعرض هذه القضية على وزراء مالية مجموعة العشرين في اليابان قبيل انعقاد قمة قادة المجموعة والمرتقبة في أوساكا اليابانية أواخر يونيو الجاري. وعلى هامش اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان، أشاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والمكسيك حول الهجرة. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي عن تقدير بلاده للتعهدات التي قطعتها المكسيك لمساعدة واشنطن في مسائل الهجرة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية المشددة التي كان يهدد بفرضها على مكسيكو تم تعليقها إلى أجل غير مسمى. ومع إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 5% على كافة السلع المكسيكية المستوردة اعتبارا من الاثنين المقبل، توصل مسؤول البلدين إلى اتفاق بعد 3 أيام من المفاوضات المكثفة في وزارة الخارجية الأمريكية. كانت إدارة ترامب قد طالبت المكسيك مرارا باتخاذ خطوات صارمة لوقف تدفق مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى عبر الأراضي المكسيكية إلى الولايات المتحدة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات وعشرات من فروعها بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني، وذلك في خطوة جديدة تندرج في إطار الضغوط القصوى التي يمارسها البيت الأبيض على طهران. وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، حذرت الشركات الأجنبية التي تشارك المجموعة الإيرانية أو فروعها أو عملائها من أنها قد تعرض نفسها للعقوبات الأمريكية. ومنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي، تواصل الإدارة الأمريكية تجديد الخناق على الاقتصاد الإيراني في إجراءات أغضبت حلفاء واشنطن الأوروبيين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تكتيكات أمريكية عدائية مثل شن حملة على شركات اتصالات صينية ستفضي إلى حروب تجارية، وذلك في بادرة تضامن مع الصين ورئيسها شي جين بينغ. كان المنتدى الاقتصادي الدولي قد انطلق الخميس الماضي وامتد حتى اليوم في سان بطرسبورغ بروسيا، ليؤكد بوتين خلاله انفتاح بلاده على الاستثمارات العالمية. أنانية اقتصادية منفلتة، هكذا وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من حروب تجارية مع التنين الصيني وغيره، بالإضافة إلى جهود واشنطن لإفشال مشروع مد خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. فمن سان بطرسبورغ بروسيا قال بوتين خلال منتدى اقتصادي إن تكتيكات أمريكية عدائية مثل شن حملة على شركة اتصالات صينية ستفضي إلى حروب تجارية وربما حقيقية. بوتين أعلن بوضوح خلال المنتدى الاقتصادي وحدة الصف مع الصين في وقت تخوض فيه بكين حربا تجارية مع واشنطن، بينما تقبع علاقات موسكو نفسها مع الغرب عند أدنى منعطف منذ انتهاء الحرب الباردة. دول كانت تروج سابقا للتجارة الحرة والمنافسة الصادقة والمفتوحة بدأت تتحدث لغة حروب التجارة والعقوبات، لغة الإغارة الاقتصادية المفتوحة باستخدام أسلوب لي الزراعة والتخويف، لغة القضاء على المنافسين باستخدام ما يسمى بأساليب غير السوق. في المقابل دعا الرئيس الصيني القوى العالمية إلى حماية نظام التجارة العالمية متعدد الأطراف، مشددا على أنه لا يمكن وقف تطلعات الدول لحياة أفضل. يصعب تصور انفصال واشنطن التام عن الصين أو انفصال بكين التام عن الولايات المتحدة، لا نريد ذلك ولا يريد شركائنا الأمريكيون ذلك، فالرئيس ترامب صديقي وأنا واثق أنه لا يريد ذلك. وكان المنتدى الاقتصادي الدولي قد انطلق الخميس الماضي وامتد حتى اليوم، وكان يعرف سابقا باسم دافوس الروسي حين كان اقتصاد البلاد في أوجه.
وحاليا أصبح هذا المنتدى الاقتصادي الذي تستضيفه سان بطرسبورغ ملتقا يؤكد من خلاله الرئيس فلاديمير بوتين في كل عام انفتاحه على الاستثمارات رغم توتر أجواء الأعمال والأزمة في العلاقات مع الغرب. تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بشكل حاد في مايو، ارتفعت الأجور أقل مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن فقدان قوة الدفع في النشاط الاقتصادي يمتد في سوق العمل، ما قد يعزز الدعوات لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة هذا العام. وأعلنت الحكومة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت بنحو 75 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي أقل من حوالي 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان الذين في سن العمل. وظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى له في 50 عاما، والذي بلغ نحو 3.6% في مايو. وانخفض معدل البطالة لعدة أسباب، من بينها خروج أفراد من قوة العمل خلال الأشهر الأربعة الماضية. تراجع معدل البطالة في كندا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 3% مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه، ليسجل نحو 5.4% طبقا لوكالة الإحصاء الكندية. وأشارت الوكالة إلى أن سوق العمل الكندية وفرت نحو 28 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مشددة على أن هذا هو أدنى مستوى لمعدل البطالة في كندا منذ عام 1976 عند بدء تسجيل البيانات. وسجل التوظيف في كندا ارتفاعا بمقدار 453 ألف وظيفة أو 2.4% مقارنة بشهر مايو 2018. أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في موافقة البرلمان على الاتفاقية النهائية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، والمعروفة اختصارا باسم سيتا، وذلك بهدف دعم العلاقات التجارية بين الجانبين. جاء ذلك عقب اجتماع ماكرون مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قصر إليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أكد الرئيس الفرنسي إمكانية تنفيذ الاتفاقية النهائية بشكل كامل بما يشمل مجالات الصحة العامة والبيئة. يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا يتم التفاوض بشأنها منذ عام 2009، ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2017، وفي انتظار التصديق النهائي عليها من قبل برلمانات الدول المعنية. قال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا وفرت 8 مليارات دولار من فاتورة الغاز الطبيعي في العام الماضي بسبب زيادة الانتاج الأمريكي من الوقود الصخري، وإصلاحات في أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي أجبرت روسيا على تغيير آلية تسعير الغاز لديها. وتوقعت الوكالة في تقريرها السنوي نمو سوق الغاز الطبيعي المسال بنسبة 26% من الآن وحتى عام 2024 إلى 546 مليار متر مكعب، مع تحول الصين لتصبح أكبر مشتر والولايات المتحدة لتصبح أكبر بائع. انخفض الانتاج الصناعي والصادرات الألمانية بشدة في أبريل، مما يسلط الضوء على استمرار تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بالنزاعات التجارية والضبابية التي تحيط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 1.9% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس 2015 بعد تراجع حاد في انتاج السلع الاستثمارية والوسيطة. وتشير بيانات صادرة من مكتب الإحصاءات الألماني إلى أن نمو الناتج المحلي سيتباطأ أو حتى سيتوقف في الربع الحالي. وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو لعام 2019 بالكامل، والتي بلغت في ديسمبر 1.6% إلى 6% فقط. وصلنا إلى ختام نشرتنا الاقتصادية المفصلة، بقت تذكرة بأبرز ما جاء فيها. الهيئة العامة للاستثمار تعلن عن تأسيس 19,000 شركة برأس مال مدفوع بنحو 4.6 مليار جنيه خلال 10 أشهر. اليابان تؤكد أن قضايا التجارة لن تكون في مقدمة جدول أعمال وزراء مالية دول العشرين. ترامب يعلن تعليق فرض رسوم جمركية على المكسيك بعد التوصل لاتفاق بشأن الهجرة.
دمتم في أمان الله، انتهت نشاطنا.